زي ما اتفقنا ان احنا هنبدأ النهاردة بنيتي تروا واول لسان من الكتاب بتاعنا. On commence par vous aimez, vous aimez, vous n'aimez pas. Vous aimez يعني أنت تحب، أو زي ما قلنا قبل كده بصيغة الاحترام حضرتك اللي هي vous. Vous n'aimez pas، لا تحب. واتفقنا برضو قبل كده للمتابع إن بيكون في حاجة اسمها liaison. يعني إيه liaison؟ يعني لو الكلمة بتنتهي بكونسون حرف ساكن وراها كلمة بتبدأ بحرف متحرك فويل فبنطقها. يعني هنا vous في العادي مش بنطقها، vous مش بنطق الاس على فا، لكن عشان وراها كلمة بتبدأ بأ ودي فويل فبقول vous aimez، vous n'aimez pas. هرد بحاجة من ثلاثة: oui يعني أيوة، non لأ، و سي. وهنعرف استخدام سي ده ايه. هنبدأ أول حاجة مع وي. vous aimez le jazz. الجاز ده نوع من أنواع الميوزك، الموسيقى. vous aimez le jazz. oui j'aime beaucoup le jazz. يبقى معنى كده إن أنا بوي بقول بأكد السؤال، بأكد المعلومة، أيوة أنا فعلا بحب الجاز أو بحبه أوي. نيميرو دو، إيه لا بلوي؟ vous aimez، والمطر. Non, je n'aime pas la pluie. وهنا هنلاحظ انه استخدم ne et pas. Et ne pas. Ne و pas دول علامة نفي، علامة رفض للشيء اللي قاله. فأنا بحط ne avant le verbe، قبل الverb، و pas après le verbe، بعد الverb. فيبقى عندي ne وبعدين الverb اللي هو الفعل، وده أخدناه في اليونيتي اللي فاتت، وبعدين pas بعد الفعل أو بعد الverb. ليه نستخدم ان ابوستروف؟ دي برضو كنا قلناها في فيديو الاكسون. الان ابوستروف بتستخدم لما بيكون الكلمة بتبدأ بحرف متحرك الفويل اللي هم ا او اي او او اجريج اي اش. يبقى بالتالي هنا نو جه معاها نو با، نو فيها نو اي با، الجملة على بعضها كلها معناها نفي، هو مش بيحب لا بلوي المطر. طب سي، Vous n'aimez pas le sport? Si, j'aime le sport, je vais du tennis. لما يجي لي السؤال بالنفي وأنا عايزة أقول لا أنا بحب الحاجة دي، فهقولها إزاي؟ هقولها بسي. يبقى سي إيجال وي، سي إيجال وي، يعني سي بتديني نفس معنى وي في حالة إن السؤال منفي، في حالة إن السؤال جه في الفورم نيجاتيف، جه في الحالة النفي. في الحالة دي أنا بدل ما بقول وي بقول سي. فو نيمي با لسبور، أنت ما بتحبش السبور؟ لا، هو عايز أقول له لا أنا بحب، فقال له سي جام لسبور، بحب السبور ده، أنا بلعب تنس. دونك وي أيوة، نو لا، سي بأكد بوي بس لو السؤال منفي، لو السؤال في النيجاتيف. هنقراها مرة تانية. Vous aimez, vous n'aimez pas. Oui, non, si. Vous aimez le jazz? Oui, j'aime beaucoup le jazz. Et la pluie? Vous aimez? Non, je n'aime pas la pluie. Vous n'aimez pas le sport? Si, j'aime le sport. Je fais du tennis. On commence des exercices. هنبدأ مع بعض exercice. Répondez à ces questions. في عندي example بيقول لي إن أنا مطلوب هنا إن أنا هجاوب على الأسئلة. ففي example بيقول لي vous aimez le travail؟ أنت بتحب العمل؟ Oui, j'aime bien le travail. Mais j'adore les vacances et le soleil. أيوة أنا بحب العمل لكن بعشق الأجازة والشمس. يبقى هنا المطلوب مني إن أنا هجاوب oui أو non أو سي. On commence numéro 1. Vous aimez la musique؟ تحب المزيكا؟ Vous aimez la musique؟ ممكن أقول oui j'aime la
ميوزيك وي جيم لا ميوزيك. نيميرو دو فو نيمي با لو تياتر. هنا ده سؤال منفي يبقى أجاوب عليه سي جادار أو جم لو تياتر، لأن هنا فو بمعنى حضرتك اللي هي صيغة الاحترام فورم دو ريسبي، فعشان كده بجاوب ب جو. Le cinéma, vous aimez bien? Le cinéma, vous aimez bien? ممكن نجاوب مرة دي بنو. هقول نو. Je n'aime pas le cinéma. لا أنا مش بحب السينما. Je n'aime pas le cinéma. Et le sport, vous n'aimez pas? Et le sport, vous n'aimez pas? ممكن أجاوب بسي. سي جيم لو سبور. إي لي فواياج والسفر. وي جيم لي فواياج. وطبعا هو هنا بيكرر الكلمة على أساس إنه نفس السؤال، يعني أنت مش بت يعني بيسأل عن الرياضة والسفر. فتكملة لسؤال 4، vous aimez le français؟ كنت أقول non je n'aime pas le français. يبقى الحالة دي أو الدرس ده أو الأسئلة دي بتعبر عن هل أنت بتفضل شيء، هل أنت بتحب شيء، فأنا هجاوب يا إما وي أو نو أو سي. هنبدأ في الليسون أبري، هي أو جزء من الفوكابيلير كلمات، ونبتدي إن احنا نعرف مصطلحات أكتر في الفرنسي. هنبدأ في نيميرو أ ب لا بروفيسيون. يعني إيه لا بروفيسيون؟ أحيانا بنطق عليها لو ميتي. يعني إيه لو ميتي أو لا بروفيسيون؟ لو ميتي أو لا بروفيسيون المقصود بيها المهنة، الوظيفة. وده سؤال بنتسأله لو بنعمل انترفيو، لو انترفيو الولاد يعني، لو الولاد بيتسألوا بعد كده مهنة بابا ايه، مهنة ماما ايه. فبعض احنا طبعا مش هناخد كله النهاردة، لكن في كل مرة هناخد جزء فوكابيلير وده مهم جدا. اكوتي بوي روتروفي، اوجد لا بروفيسيون او لو ميتي، المهنة دو شاك بيرسون. يبقى احنا هنا عندنا 4 فوتو، 4 صور واربع كلمات. ايه هما الكلمات؟ بروفيسور، بروفيسور، بروفيسور معلم، مدرس. ميوزيسيان، ميوزيسيان موسيقي. جورناليستا، جورناليستا صحفي. انفورماتيسيان، انفورماتيسيان، وده المتصل بال او متعلق بالاتصالات والتكنولوجيا. Informaticien. Donc, on a professeur numéro A, B, musicien, C, journaliste et D, informaticien. On commence maintenant à écouter. Activité 1, page 29. Écoutez, puis retrouvez la profession de chaque personne. Bonsoir. Comme chaque soir à 19h40, je suis heureux de vous retrouver sur France 3 pour Questions en pagaille. Aujourd'hui, Vincent rencontre trois nouveaux candidats. Emma, Luigi et Pierre. Alors, Emma, qui êtes-vous? Emma, j'ai 36 ans et je suis de Strasbourg. Je suis mariée,
J'ai 3 enfants et je suis professeure de français. Vos passions, Emma? Je fais du théâtre. J'aime beaucoup lire. J'adore le cinéma et ma famille. Luigi. Luigi, de Paris. Je suis italien, mais j'habite et je travaille à Paris. Je suis informaticien. J'ai 26 ans, je suis célibataire. Je fais du sport, de la natation et du tennis. Je n'aime pas le sport à la télévision. Et vous, Pierre? Moi, j'habite à Tours. J'ai 61 ans et je suis journaliste. Je suis marié. J'aime beaucoup les voyages. Vous n'aimez pas le sport? Si, j'aime beaucoup l'athlétisme. J'aime aussi le cinéma, la littérature et mon chien, Vagabond. Vincent, toujours passionné par le jazz? Oui, j'aime beaucoup le jazz. J'ai 350 CD. Je suis de Lyon, j'ai 39 ans et j'ai 3 enfants. J'aime le soleil et les vacances. Je déteste la pluie. Ah, et je suis musicien. Je suis pianiste. طبعاً الأوديو ده الهدف منه إن احنا نعرف نطق الكلمات مظبوط ونسمع فرنسي أكتر. هنقدر دلوقتي من خلال اللي سمعناه ومن خلال الفوتو اللي قدامنا نحدد رقم الصورة بالنسبة لكل متين. نمرو أ بروفيسور سي تروا تروا بروفيسور زي ما سمعنا في الأوديو. نمرو ب ميوزيسيان كي أم لو جاز دابري الأوديو من خلال اللي كان بيحب الجاز لو سمعنا الأوديو كويس. ميوزيسيان نمرو أ. نمرو سي جورناليست وده اللي بدأ بيه الأوديو. جورناليست كان فوتو نمرو 4. انفورماتيسيان اللي هو اتصالات ومعلومات فوتو 2. دونك 3 بروفيسور 1 musicien, 4 journaliste et 2 informaticien. الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن faire du ou de la. وfaire du et de la بنستخدمها في السبور. سبور يعني رياضة وده برضه هناخده النهارده. faire du ou de la يعني ايه faire الأول؟ faire يعني يعمل وده verb troisième group يعني من الأفعال الشاذة واللي اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده زي verb être وavoir وكل ده. faire بتيجي زائد أو بعدها du أو de la أو de l'apostrophe يعني إيه؟ يعني لو أنا عايز أتكلم عن رياضة، أنا أمارس رياضة أو أنا ألعب رياضة معينة لازم هستخدم المصطلح ده في verb faire. For example مثلا عايزة أقول تنس فهقول du natation de la. يبقى استخدامهم قائم على إيه؟ du بستخدمها لو الكلمة اللي بعدها يعني الرياضة اللي بعدها masculin singulier. يعني إيه masculin singulier؟ يعني مفرد مذكر وده كنا اتكلمنا عنه قبل كده. masculin singulier masculin اختصارها M والsingulier اختصارها S. de la بستخدمها لو الكلمة اللي بعدها أو الرياضة اللي بعدها féminin singulier. يعني إيه féminin singulier؟ يعني مفرد مؤنث. féminin singulier مفرد مؤنث. دو الابوستراف واتكلمنا قبل كده عن الابوستراف لو الرياضة لو السبور لو الكلمة اللي بعدها بتبدأ بحرف متحرك فويل اللي هو A E I O U. يبقى أنا بستخدم faire du أو faire de la أو faire de الابوستراف في حالة إن أنا عايزة أقول إني بمارس الرياضة دي أو بلعب الرياضة دي وبحدد
بناء على الرياضة كانت ماسكولا مذكر هستخدم دو، مؤنث يبقى دو لا، ولو بتبدأ بفويل يبقى دو ال أبوستروف. طيب تصريف فيرب فير أصلا إيه؟ كنا أخدناه قبل كده، هقوله مرة تانية. فيرب فير جو، وكلمنا عن الضمائر في فيديو سابق. جو في، تو في، إل ال ان في، نو فيزون، vous faites، il elle font، il elle avec s font. يبقى je fais، tu fais، il elle on fait، nous faisons، vous faites، il avec s font، elle avec s font. ويجي بعدهم بعد تصريف verb faire يجي اللي هو دو او دو لا او دو ال ابوستروف، وبعدين اسم الرياضه زي الاكزامبل اللي قدامنا هنا. il fait du تنس، الاول جائيل اللي هو الضمير هو، وبعدين في اللي هو الفعل، وبعدين دو اللي هو اللي هنستخدمه مع الكلمه المذكر المفرد، لان التنس ماسكولا سنجولي. je fais de la natation، je يعني انا، في يعمل، de la فيمينين سنجولي للكلمه ناتاسيون السباحه اللي هي كلمه مفرد مؤنث. طيب هنتعرف أكتر دلوقتي على كلمات للسبار، هنعرفها مع بعض منهم. regardez la liste et dites quel sport fait chaque personne. يبقى أنا هشوف الليست اللي قدامي مجموعة الكلمات، وهقول كل سبار بيعمل أو كل صورة بيعمل فيها إيه الشخص ده. par exemple في نيميرو 4 هنا، il fait de la natation. اختار il لأنه garçon، في ده تصريف الفعل، de la لأن الكلمة اللي وراها فيمينا سنجولية اللي هي السباحة ناتاسيون. هنشتغل مع بعض. نيميرو أ أو فوتو أ، فوتو أ نكتب كده هنا أ، هنا هي بنوتة، في ال تصريف الفعل هيكون في، بتعمل إيه هنا؟ أت لي اللي هي الكلمة دي أتليتيزم. دونك إل في دو إل أبوستروف أتليتيزم. يبقى هنا هي استخدمنا معاها إل لأنها في، واستخدمنا دو إل أبوستروف لأن الكلمة كومونس بار أون فويال بتبدأ بحرف متحرك. نيميرو دو تنس، وهنا قدامنا ستون في، ال في جو تنس. وليه قلت جو؟ لأن لو لاحظنا إن التنس هنا واخدة لو، إحنا اتكلمنا عن لو لا قبل كده. لو يعني ماسكولين سنجوليه يعني مفرد مذكر، يبقى هقول جو تنس. نيميرو تروا، تروا هنا بيلعب لو سكي، لو سكي. دونك نيميرو 3 بما انه جارسون، il في تصريف الفعل دو سكي، دو سكي. نيميرو 4 قلناها. نيميرو 5 هنا بيلعب سيكليزم، سيكليزم. دونك نيميرو 5 il لانه جارسون او ولد يعني، il في دو سيكليزم، وهنا قلت جو لأن سيكليزم واخدة لو. نيميرو 6 هنا طبعا لعبة معروفة لو باسكت بول، دونك إل في جو باسكت بول. يبقى مرة تانية، أول حاجة بختار إل أو إل أو الضمير على حسب الصورة، تاني حاجة بعمل تصريف الفعل اللي هو verb faire، تالت حاجة بختار دو أو دو لا أو دو ال apostrophe دو يعني أو دو ال apostrophe أو دو لا بناء على الكلمة اللي جاية بعدهم اللي هي كلمة سبور الرياضة اللي قلناهم دلوقتي. هنعيد الكلمات مرة تانية مع بعض. نيميرو أ أتليتيزم،
Numéro 2, tennis. Numéro 3, ski. Numéro 4, natation. Numéro 5, cyclisme. Numéro 6, basketball. هننتقل لحاجة تالتة خالص، وهي هنا بنتكلم عن ديسان قدامنا، والديسان اللي قدامنا مش بس رياضة، لا دي كمان ممكن أدوات موسيقية، يعني مش بس بستخدم الفي دو أو دو لا أو دو ألا بوستراف مع الرياضة بس، لا أنا كمان ممكن أستخدمها مع أدوات الموسيقى أو مع الموسيقى. هنبدأ نشتغل وبرضه هنعرف من هنا فوكابيلير مهم جدا. Écrivez une phrase sous chaque dessin. يبقى أنا هنا بكتب جملة تحت كل صورة. Il fait du football. ده example. هو الاكزامبل هنا مش مقصود بيه إن أنا يعني هلاقي الكلمة في وسط الصور، لا هو المقصود إنه عايز جملة شبه دي. عايز جملة il أو elle fait و du أو de la أو de الأبوستروف واسم الحاجة اللي بيلعبها زي ما اشتغلنا في الإكزرسيس اللي فات. عندي كلمة la guitare, le piano, le violon, la violoncelle، وهنعرف معنى كل كلمة من خلال الجملة واحنا بنكتبها. في ديسان A أول حاجة هبص عليها إنها فيا بنوتة، دونك ال، يبقى أول حاجة هكتبها هي ال. تاني حاجة تصريف الفعل في. تالت حاجة هي بتلعب إيه هنا؟ بتلعب فيولونسيل، وكلمة فيولونسيل بادية بلو، معنى كده إنها مفرد مذكر ماسكولين سينجولي، يعني دو فيو لون سيل. ال في دو فيولونسيل. ديسان بي قدامي إنه شخص جارسون، دونك إل، وبالتالي تصريف الفعل هيكون في. هو بيلعب ايه هنا؟ بيلعب ترومبت، ترومبت، دونك il fait de la trompette. نيميرو 3 او سي، هنا هو برضو ولد يبقى إلا. بيلعب إيه؟ في جيتار، جيتار لا، يبقى هنا هستخدم دو لا، دو لا جيتار. نمرو دي أو فوتو دي أو ديسان دي، بنت في، دونك إلا، الفرب هيكون في، والحاجة اللي بتلعبها هي دو بيانو. ليه اخترت دو؟ لأن بيانو لو، وبالتالي هتاخد دو. يبقى هنا احنا عندنا غلطة، إن بدل فيولون هنكتب ترومبت. ودي غلطة من الكتاب مش مني يعني. يبقى قلنا الفي دو فيولونسيل، الفي دو لا ترومبت، الفي دو لا جيتار، الفي دو بيانو. الجزء الثاني وهنا رياضة، لو باسكت بول، لا دونس، لا ناتاسيون، لو روغبي. On commence numéro E. Numéro E, c'est un garçon, donc il fait, ولسه كنا بنقولها من شوية، السباحة يعني ناتاسيون، وناتاسيون لا، donc de la natation. Numéro F, ici il, c'est un garçon, fait rugby. الرياضة اللي هو بيلعبها دي اسمها rugby. Rugby le, donc du rugby. Numéro G, c'est une fille et elle danse. La danse. Donc, elle fait de la danse. Et numéro H, c'est il. Oui, laissez Elie Menchoya. Da ismo basketball. Donc, du basketball.
Il fait de la natation, il fait du rugby, elle fait de la danse, il fait du basket. Donc, on a appris aujourd'hui, oui, non, si, khadna, استخدام في أو faire du, de la, de l'apostrophe. خدنا بعض الميتي أو البروفيسيون المهن، أخدنا أسماء رياضة سبور، وأخدنا كمان أدوات ميوزيك موسيقى. ميرسي، وإن شاء الله ميعاد الأسئلة يوم الجمعة من 1 لـ3 على الواتساب، وميعاد حصتنا الجاية إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي. أوروار، ميرسي.